طبعة جديدة من الصفحة الأولى لا نكتفي فيها بالنظر في الموضوعات الساخنة ولكن نغوص في أعماقها لنكشف الخفية من وراء سطورها بصحبة ضيفي. معي من القاهرة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية أهلا بك. ومن رام الله الكاتب الصحفي الفلسطيني هشام عبد الله أهلا بك. في جولتنا اليوم نتابع صحيفة الشروق المصرية تبرز أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة. استطلاع سياسي لصحيفة واشنطن بوست يؤكد أن غالبية الأمريكيين تؤيد الرئيس ترامب. إسرائيل اليوم تقول إن ائتلافا من الجنرالات والساسة يستطيع كسر نتنياهو سياسيا. البداية في هذه الجولة مصرية وفي صفحتها الثالثة في عددها اليوم أشارت صحيفة الشروق المصرية إلى الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وزوجته إلى مصر، وهي الزيارة التي استهلها الرئيس الفرنسي بزيارة معبد أبو سنبل التاريخي. نوهت الصحيفة إلى حالة الانتعاش السياحي التي تشهدها مصر، وهي الحالة التي باتت واضحة مع الموسم الحالي. وفي ذات الوقت أشارت الصحيفة في صدر صفحتها الأولى إلى انخفاض سعر الدولار لأول مرة منذ عام بقيمة 20 قرشا، الأمر الذي يعكس ملمحا إيجابيا للاقتصاد المصري. ونتابع الآن مشاهدينا توقيع عدد من الاتفاقيات المصرية الفرنسية على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر. اتفاق تسهيل ائتماني مبسط يتضمن قرض بقيمة 6 مليون يورو لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو لتمويل برنامج الدعم الفني لوزارة المالية. يوقع عن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن الجانب الفرنسي السيد ريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية. فليتفضل. Accord de prêt souverain de 60 millions d'euros et de dons 2 millions d'euros de l'AFD pour une aide budgétaire en matière de protection sociale. Signataire côté français, M. Rémy Rioux, directeur général de l'AFD. Signataire côté égyptien, Mme Sahar Nasr, ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale. اتفاق تسهيل ائتماني مبسط لتمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمبلغ 50 مليون يورو قرض ومليون يورو منحة. يوقع عن الجانب المصري الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن الجانب الفرنسي السيد ريمي ريو المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية. فليتفضل. Accord de financement d'un programme en soutien de l'entrepreneuriat féminin petites et moyennes entreprises d'une valeur de 50 millions d'euros sous forme de prêt et 1 million d'euros sous forme de dons. Signataire côté français, M. Rémy Rioux, directeur général de l'AFD, et côté égyptien, Mme Sahar Nasr, ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale. إذن مشاهدينا الكرام نتابع الآن هذا الجانب من التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر وفرنسا على هامش الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي وزوجته إلى القاهرة. أجدد التحية بضيفي من القاهرة الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية. أستاذ عماد، يعني صحيفة الشروق أيضا أبرزت هذا الخبر وربما حتى بالصور لهذه الزيارة وخصوصا
وخصوصا زيارته للمواقع التاريخية. في نفس الوقت أشارت أيضا إلى الأهمية الاقتصادية التي تكتسبها هذه الزيارة. برأيك هل الزيارة زيارة اقتصادية أم تكتسب بعد اقتصادي سياسي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك وضيفك الكريم من فلسطين. الزيارة مهمة من كافة جوانبها، بها جانب سياسي في الأساس بطبيعة الحال يتعلق بالتنسيق والرؤية المصرية الفرنسية لعشرات القضايا، خصوصا الوضع في سوريا، الوضع في ليبيا، الاستقرار في المنطقة والبحر المتوسط والأمن في البحر المتوسط، إضافة بالطبع إلى قضية الهجرة التي تحتل حيز مهم في علاقات أوروبا، خصوصا الدول المطلة على البحر المتوسط مع الدول العربية في الضفة الأخرى من المتوسط. هناك جانب اقتصادي كما شاهدنا الآن على الهواء توقيع بعض الاتفاقات يصل تقريبا إلى أكثر من مليار يورو، حوالي 22 مليار جنيه مصري. هناك جزء مهم علاقات عسكرية مهمة، فرنسا هي التي قدمت حاملة الطائرات المسترال 1 و2 لمصر، هي التي زودت مصر بصفقة الرافال الشهيرة، والعلاقات العسكرية متميزة بين البلدين، إضافة بطبيعة الحال إلى التوافق. طبعا هناك جزء ثقافي، فرنسا ستكون هي سنة ثقافية، مصر ستحتفل بفرنسا ثقافيا طوال عام 2019، والعلاقات الثقافية بين البلدين ممتدة ومتصلة منذ الحملة الفرنسية التي قادها نابليون بونابرت على مصر في 1798. نعم، طيب ربما أيضا يعني اكتسبت الزيارة أهمية بنوع من أنواع الانتعاش السياحي لهذه الزيارة التي ستنعكس بالطبع على الموسم السياحي في مصر، هل ترى أيضا أن لهذا بعد اقتصادي؟ بطبيعة الحال حينما يزور الرئيس الفرنسي الأقصر وأبو سمبل، هو هذا الأمر ليس استثناء بالمناسبة، هو تقليد يكاد يكون تقليد فرنسي خالص منذ عهد الرئيس الراحل الأسبق فرانسوا ميتران، كان شبه مقيم في فترة الشتاء في الأقصر وأسوان. فرانسوا أولاند وزوجته ساركوزي والآن الرئيس الحالي ماكرون، وبالتالي هي أفضل دعاية، يعني جزء فيه وله وشغف وحب فرنسي كبير جدا للآثار المصرية خصوصا في الأقصر وأسوان، وبالتالي هي أفضل دعاية أنها تقول بوضوح أن مصر دولة مستقرة، والسياحة المصرية للموضوعية بدأت تستعيد جزء كبير جدا من عافيتها بعد الضربة الموجعة التي تعرضت لها بعد إسقاط الطائرة الروسية فوق وسط سيناء في 2 أكتوبر 2015. طيب يعني لماذا إذن رغم هذه الأهمية لهذه الزيارة السياحية الثقافية في الوقت نفسه وفي الوقت الذي اهتمت به الصحف الفرنسية بإبراز هذه الصورة، لم تهتم الصحف المصرية بنفس القدر ولم تضعها في صدر صفحاتها الأولى؟ هذا سؤال مهم وأحييك عليه، لكن فيما يتعلق بالشروق بالفعل زيارة ماكرون للقاهرة كانت هي المانشيت الرئيسي للشروق أمس، وكانت تحتل المانشيت الرئيسي للجريدة. اليوم كان خبر زيارة الأقصر هو في الصفحة الثالثة، لكن لأنه كان هناك خبرين مهمين في الصفحة الأولى فيما يتعلق بالشروق أتحدث، لا أستطيع أن أتحدث نيابة عن باقي الصحف. كان لدينا خبر لقاء البشير وزيارته للقاهرة، ونرى أنه خبر شديد الأهمية، والخبر التطورات الاقتصادية المتمثلة في الانخفاض الواضح في سعر الدولار. كان تقدير إدارة التحرير أنه يعني من الأوفق أن يكون هذان الخبرين يحتلان المشهد. نعم. أن هذه هي الطبعة الأولى وليست الطبعة الثانية. نعم. طيب أجدد التحية أيضا لضيفي من رام الله الكاتب الصحفي هشام عبد الله. أيضا الصحف المصرية اهتمت بالزيارة التي يقوم بها الرئيس السوداني والذي بحث مع نظيره المصري أزمة المياه وسد النهضة. أشارت أيضا الصحف إلى الأوضاع السياسية في السودان. السؤال هنا يعني هل ما نشرته الصحيفة وهو منقول من الوكالة الرسمية له غرض سياسي أو إرسال رسالة بأن الأوضاع هادئة بالسودان؟
أولا مرحبا بك وبضيفك الكريم الأستاذ عماد وبالجمهور المشاهدين الكرام. طبعا واضح تماما يعني الرسالة يعني تتحدث عن نفسها، مثل هذا الخبر ومثل هذا التحرك حاليا وخاصة في مصر الدولة الكبرى في المنطقة والجارة الأساسية بالنسبة للسودان، وفي سياق كل التطورات الأخيرة والوضع المتأزم داخليا في السودان، فكان مهم جدا بالنسبة للرئيس السوداني البشير أن يقوم بمثل هذا النشاط. وأعتقد أن تعامل الصحيفة مع هذه المقاربة وبهذه الطريقة إنما يدل على أنه يعني إرسال إشارات أن الوضع في السودان هو تحت السيطرة، وأنه لا يمكن أن نخوض في غمار مخاطرة جديدة وكبيرة. وبالمناسبة ليس فقط يعني ما يحدث ما قالته الصحيفة المصرية، ولكن عمليا مختلف الصحف سواء كانت الصحف العربية الإقليمية أو الدولية تعاملت مع الأحداث الأخيرة في السودان على هذا النحو، على عكس التعامل التي تعاملت معه مختلف الصحف في بدايات الربيع العربي على سبيل المثال. الكل يعني إنما يعكس صورة أن ما يحدث في السودان إنما يمكن السيطرة عليه، ولا نعرف بالتمام وبالتأكيد ما الذي يخفيه هذه المقاربة الإعلامية الصحفية. ثم سيناريوهات وتوقعات كثيرة تتحدث على أنه لا أحد يريد في هذه اللحظة الراهنة في عمر المنطقة والتحديات التي تمر بها، لا أحد يريد مزيد من مثل هذه التطورات التي لا يعرف أحد إلى أين تؤول. طيب دعونا نتحول إلى شأن آخر، وبالتأكيد سنستمر في تغطية هذا الحدث الهام، لكن من الصحف المصرية إلى الصحف الفلسطينية، حيث نقلت صحيفة القدس تصريحات مصادر سياسية فلسطينية مسؤولة تشير إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله وضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس. نقل المتحدث الرسمي ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح والقاضية بتشكيل حكومة جديدة، وأضاف أن رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا، وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال. أستاذ هشام، يعني الصحف الإسرائيلية ربما اهتمت بهذا الخبر ولكن أشارت إلى دقة التوقيت، لماذا برأيك لا يتم طرح اسم الرئيس الوزراء الجديد أو على الأقل ترشيحات، ولماذا لم تهتم الصحف الإسرائيلية بشخص الرئيس القادم رئيس الوزراء؟ طب نعم، يعني يمكن الإجابة على هذا التساؤل بأكثر من اتجاه. الاتجاه الأول، يعني الجميع يعرف وإسرائيل تعرف قبل أي أحد آخر على وجه الخصوص وعلى أي جهة قبل أي جهة أخرى أن ما يحدث في الأرض الفلسطينية فيما يتعلق بقصة الحكومة الفلسطينية ليس سببه الأساسي ومشكلته الأساسية هو خلاف على برنامج اقتصادي أو اجتماعي في فلسطين، وإنما السبب الأساسي هو الانقسام الذي يعيشه الفلسطينيون، والسبب الأساسي في هذا الانقسام هو الاحتلال الإسرائيلي. فعمليا إسرائيل تراقب عمليا نتائج ما تقوم به وما تمارسه ضد الفلسطينيين، ولكن للأسف في هذه المرة الفلسطينيون أنفسهم لعبوا في هذا السياق، لأن يعني ما يطلبه الفلسطينيون سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس أو حتى الشتات لا يبحثون عن رئيس وزراء جديد بمسمى جديد وبأجندة جديدة. المسألة الأساسية المطروحة أمام الفلسطينيين وستكون مطروحة أمام الحكومة الجديدة هذه المزمع إنه يعني تشكيلها، هي الأساس هو إلى أين يذهب الفلسطينيون في هذه المرحلة الحساسة. ولكن أرضا لتعقيد الوضع والتناقض، الحكومة الفلسطينية لا تستطيع الإجابة على هذا التساؤل، لأن الحكومة الفلسطينية حكومة الرئيس محمود عباس، حكومة القيادة الفلسطينية الحاكمة في الضفة الغربية، وهي حكومة منظمة التحرير الفلسطينية، وهي التي يجب عليها أن تقدم هذا الجواب. ما أريد أن أقوله أن مشكلة الفلسطينيين هي ليست تشكيل حكومة
حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد، ولكن مشكلة الفلسطينيين لا زالت هي المشكلة السياسية الأساسية التي مردها وسببها الأساسي هو الاحتلال الإسرائيلي. طيب ضيفي الكريمان، اسمحوا لي أن أتوقف مع فاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال هذا الاستعراض الصحفي. أهلا بكم من جديد، ونتحول سريعا للصحف الأمريكية ونشر صحيفة واشنطن بوست استطلاع لها، وهو الاستطلاع الذي أشار إلى رفض الكثير من الأمريكيين عزل الرئيس ترامب، مؤكدين أنهم لا يرون أي جدوى في أن يبدأ الكونغرس إجراءات العزل. أوضح الاستطلاع أن نصف الأمريكيين وفقا لهذا الاستطلاع لديهم بعض الثقة أو ليس لديهم ثقة على الإطلاق في أن تقرير مولر سيكون عادلا ومنصفا، بينما قال 43% أن لديهم على الأقل قدر كبير من الثقة في إنصافه. أستاذ عماد الدين حسين، يعني يبدو يعني للمرة الأولى أو من المرات القليلة جدا تشير بعض الاستطلاعات إلى الثقة في سياسة ترامب وأن الأمريكيين لا يرغبون في عزله، هل يعكس هذا بالفعل ثقة في أدائه أو شعبية واسعة أم أنهم لا يرغبون في فراغ سياسي جديد في البلاد؟ أنا أظن هذا موضوع ملتبس للغاية. غالبية الأخبار التي نتلقاها في المنطقة العربية عن ترامب والإدارة الأمريكية مصدرها وسائل إعلام يعني في حالة خلاف شديد جدا مع الرئيس الأمريكي ترامب، خصوصا واشنطن بوست أو نيويورك تايمز، سي إن إن، سي إن بي إس، سي بي إس، معظم وسائل الإعلام الأساسية المصنفة ليبرالية هي يعني تقف تماما ضد ترامب، وهناك صراعات يعني وخناقات وتبادل شتائم وتبادل قضايا وطرد محررين ومراسلين من البيت الأبيض، فبالتالي الصورة غالبية المنطقة العربية وجزء كبير من العالم يتلقى أخبار الولايات المتحدة أو أخبار الرئيس الأمريكي عبر هذه الوسائل التي تختلف مع ترامب. وبالتالي أنا أظن أنه أحد الأسباب التي جعلت العرب أو جعلت كثيرين يعني يتفاجؤون بفوز ترامب أننا كنا يعني نصدق وسائل الاستطلاع التي كانت تعمل من طرف واحد لحد كبير، ولم تكن ترى الصورة الكاملة، وهي صورة أن هناك قطاع كبير جدا مما يسمى اليمين الجديد أو اليمين المتطرف أو العنصريين أو أنصار حفلة الشاي، كل هؤلاء لم نكن نراهم كثير، وللأسف الشديد ما زلنا لا نراهم بالقدر الكافي، ونتعامل مع الموضوع باعتباره يعبر أكثر عن أمنياتنا أو أمنيات بعضنا في النظر للولايات المتحدة وليس للوقائع على الأرض، بغض النظر إذا كانت هذه الوقائع تعجبنا أو لا تعجبنا. الملفت بالنسبة لي أن ناقل الخبر هو الواشنطن بوست، والواشنطن بوست من الصحف الأمريكية الكبرى بطبيعة الحال، لكنها واحدة أيضا من الصحف التي تشن في حالة صراع مع سياسات ترامب بصورة واضحة، وهي التي تصدرت موضوع جمال خاشقجي وأفرادت له الكثير من الصفحات وجعلته قضيتها الرئيسية في حربها ضد دونالد ترامب. طيب أستاذ هشام، هل تظن أنه اللوبي الصهيوني يلعب أيضا دور كبير في تحريك هذا الاستطلاع لرضائه التام عن سياسات ترامب والصفقات التي يعقدها لصالح الكيان الصهيوني؟ أعتقد إنه المسألة تخص يعني الأمريكيون أنفسهم أكثر من أي شيء أكثر، والتأثير الأمريكي هو على اللوبي الصهيوني في هذا الزاوية أكثر من تأثير اللوبي الصهيوني، غير غافلين إنكار يعني أهمية وتأثير اللوبي الصهيوني، ولكن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أتفق تماما مع ما قاله الأستاذ عماد الدين من القاهرة، إنه بالفعل يعني مختلف المتابعين والمطلعين والذين يتزودون بالأخبار إنما يتلقونها من مصدر واحد أساسي. المعركة الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست بين ترامب وبين الجمهور الأمريكي، المعركة الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية هي بين الجمهوريين الذين يعرفون باليمين لنقول، والديمقراطيين، الحزب الديمقراطي أو اليسار أو الليبراليين. المعركة الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية تدور على قضايا
مهمة جدا بالنسبة لهم، قضايا أساسها الخلافات الأساسية على قضايا مثل زواج المثليين والهجرة والاقتصاد فيما يتعلق بالحكومة، حكومة كبيرة أو حكومة صغيرة. ولكن اختيار ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية من جانب الحزب الجمهوري جاء بالأساس في هذا السياق، ووضع الأمور على يعني ذروتها على طريقة فجة وقاسية. في الولايات المتحدة الأمريكية هناك استقطاب كامل متكامل وشديد، هناك نوع من الانقسام، ولكن حتى اللحظة وبالرغم من كل الحرب التي شنتها وسائل الإعلام الليبرالية اليسارية ضد ترامب، فإن ترامب لازال يتمتع بثقة الجمهور الأمريكي. وأعتقد أن يعني الطريقة التي تعاملت بها صحف اليسار سواء كانت واشنطن بوست أو نيويورك تايمز أو المحطات الأخرى CNN وما ذلك، الطريقة التي تعاملت بها، القسوة التي تعاملت بها إذا صح القول في هذا الإطار المهني، التي تعاملت بها مع ترامب إنما دفعت الجمهور ليبقيه يعني مقبولا. إضافة إلى ذلك جوردان ترامب يعرف أو يتحدث أو يتعامل مع نخبيه الأساسيين، قطاعه الانتخابي الأساسي هو من الطبقة الوسطى، المسيحيين الإنجيليين الذين يؤمنون كما يقول ترامب بأمريكا أولا وثانيا وأخيرا. طيب دعنا نتحول إلى صحيفة إسرائيل اليوم والتي حذرت، وهي صحيفة بالطبع مقربة من نتنياهو، حذرت من خطورة التحالفات أو الصفقات السياسية التي تتم الآن في إسرائيل قبيل الانتخابات. قالت الصحيفة إن هناك إمكانية لعقد تحالفات سياسية ربما أهمها الآن التحالف بين الجنرال بيني جانتس رئيس حزب تحصين إسرائيل وبين أبي غباي رئيس حزب العمل، غير أن هناك أنباء تشير إلى عدم صمود هذا الائتلاف في حال إقامته وتفككه بعد الانتخابات، إلى أنه بالنظرة السياسية الأولى سيكون هذا الائتلاف وحده هو القادر على الانتصار على نتنياهو. أستاذ هشام أعود إليك مجددا، يعني الصحيفة تحذر من أن الطريق الوحيد لإسقاط نتنياهو هو تكوين وتشكيل ائتلاف انتخابي ضده، هل تتفق مع هذا الأمر؟ يعني وكأن يعني طبعا الإعلام يعني بطبيعة الحال هو يعني ناطق باسم السياسة بطريقة أو بأخرى وما يحدث، وأنا يعني أشتم في هذا الخبر وهذه الطريقة يعني عمل ليست يعني أو أشتم فيها ما يقال إنه تأثير أكبر لتنياهو. عندما تقول الصحيفة لجمهورها الإسرائيلي أن التخلص من نتنياهو أو هزيمة نتنياهو يتطلب كل هذا النوع من التحالفات، فهذا يعني أمرا واحدا في المنطق وفي العقل، أن نتنياهو لازال يتمتع بقوة كبيرة. هذا من جانب. من جانب آخر جانس حتى اللحظة وهو من يعني المعروف أنهم سيحققون يعني نجاحات في الانتخابات المقبلة في إسرائيل، لم يقل أنه يريد أن يدخل في أي ائتلاف مع أي جهة أخرى، لأنه كما تقول المعلومات والإعلام الإسرائيلي يريد أن يكون رقم واحد على أي قائمة، وبالتالي هو يحتفظ لنفسه حتى الآن بأن تكون قائمته، ويقدم نفسه على أنه المتحدي أو الأكبر لتنياهو. ولكن في نهاية الأمر أعتقد أن الموضوع لازال حتى اللحظة، طبعا في الانتخابات لا نعرف ماذا سيحدث في صندوق الانتخابات، ولكن ما يحدث حتى اللحظة يؤثر في صندوق الانتخابات وفي الناخب الإسرائيلي، ولكن أعتقد أن ما يحدث حتى اللحظة هو إنما تقول لنا الصحافة الإسرائيلية أن نتنياهو بالرغم من كل الشبهات الفساد التي يواجهها واتهامات الفساد التي يواجهها، ولكنه لازال يؤثر ويمتلك تأثير كبير وقوي في الساحة السياسية. سؤالي الأخير الأستاذ عماد دين حسين ضيفي من القاهرة، الصحيفة هنا استخدمت مصطلح كسر نتنياهو، كيف تراه بعين الصحفي؟ بطبيعة الحال نتنياهو صار مثل ترامب مع الفارق في الدرجة فيما يتعلق بموقفه في إسرائيل إعلاميا وسياسيا، خصوصا بعد قضايا الفساد المتهم فيها واحتمالات يعني تحويله إلى النيابة العامة. أنا أظن أنه نتنياهو ما زال يحتفظ بقوة كبرى، تمكن من خلخلة معسكر اليمين بحيث أنه صار هو المتحكم الرئيسي، هو الرقب الأساسي، وفي نفس الوقت قوى اليسار وقوى يسار الوسط فقدت جزء كبير جدا من قوتها، والتقديرات
الإسرائيلية طول الوقت، أنه رغم حتى كل ما قيل عن دوره في قضايا الفساد الأخيرة ما زال قويا. والدليل على ذلك ما كان يمكن أن يقبل بالذهاب إلى انتخابات مبكرة لولا أنه يشعر أن لديه فرصة حقيقية. وبالتالي للأسف الشديد اليمين في إسرائيل قوي للغاية، لأن العرب فقدوا معظم قواهم، العرب مشغولون في حروب أهلية أو صراعات، الفلسطينيين للأسف الشديد مشغولين بالانقسام. فاليمين الإسرائيلي اليمين المتطرف يعني حينما يصل الأمر أن الليكود يصبح قوة معتدلة مقارنة باليمين المتطرف أو ليبرمان أو الآخرين، يبقى في مشكلة كبيرة جدا تواجه العرب في المستقبل. نتمنى أن العقلاء يفيقوا من هذا الأمر حتى يكونوا قادرين على مواجهة هذه العقبة الإسرائيلية. أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية ضيفي من القاهرة، شكرا جزيلا لك، وأيضا شكر للأستاذ هشام عبد الله الكاتب الصحفي ضيفي من رام الله، شكرا جزيلا لكما، وشكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.